الناس كلها استغربوا من خبر غلق سلسلة محلات مطاعم صبحي كابر بعد سنين من الشهرة والنجاح. الحكاية باختصار ان صبحي كابر عنده مزرعة عجول فيها حوالي 5000 راس ماشية بيستخدمهم لمحلاته، وجاله شخص وقت موضوع اوكرانيا وروسيا وقال له الذرة دلوقتي ب4 جنيه للكيلو وهتوصل ل6 جنيه، وطلب منه يلحق يشتري قبل ما تغلى. وصبحي طمع واشترى فعلا كميات كبيرة، وده خلاه يستلف فلوس ويبيع ذهب مراته، وبعدها الراجل ده فص ملح وداب. صبحي اتصل بيه ما يردش وقلب عليه الدنيا كلها، لقى سافر دبي وطلع ناصب على ناس كتير جدا بنفس الطريقة. واتصل صبحي كابر بمعارفه الشيوخ في دبي وبرضه ما عرفوش يوصلوا له، وبعدها المحل الكبير بتاعه ولع وخسر صبحي من جديد، وطبعا كان محتاج يوضب واضطر يستلف فلوس تاني. ووصلت ديون صبحي ل 75 مليون جنيه وعملوا فوائد 125 مليون جنيه، وبعدها عرضت المطاعم كلها للبيع، وكلم براند مطاعم شهير عشان يشتري المحلات وكان ليهم فلوس عنده ضمن قائمة السلف، واتفقوا معاه يعملوا شركة سموها الكابر، وقالوا هيشتروا منه اللحوم للمطعم بسعر أقل من السوق في مقابل إنه يصور فيديوهات في المحل. وبعدها بأيام غيروا كلامهم وبقوا يشتروا اللحوم من بره، وتحول صبحي الكومبارس على حسب كلامه وقال ربنا ليه حكمة يذل من يشاء ويعز من يشاء، مش مهم وعادي، المهم صحتي أنا وعيالي وخلاص. شاركونا في النهاية برأيكم وقولولنا هل ممكن أزمة صبحي كابر تتحل ويرجع من جديد؟